مسعود غلط مسعود يا ربع. هذا مسعود بن شعفول يبغى يقهويهم، يبغى الناس تفطر. هذا عامر منير وهذا حمد الكلبي وهذا محمد بن سراج ومسعود بن شعفول يصب القهوة عليهم. والساعة 4:48 أذن 4:30. معكم عبد الله الشهراني من قلب الحدث المزحمية. مرحبا والله العظيم، نورت المكان والله يا العقيد. بما انك من الناس اللي جربوا البرامج الواقعية عن قريب، رأيك عن البرامج الواقعية؟ البرامج عن البرامج الواقعية، نعم انا اشوف انها اللي ما جربها لا يجربها، اللي ما جربها لا يجربها. يجربها. طيب رأيك في البزنس؟ البزنس اثنين اللي برنامج كان جربته، برنامج مثل البرامج الثانية بس انه تفوق بعدد المشاهدات والجماهير. يا سلام، تستاهلون كل خير. حمد الاكل مشغول 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 يا ابو صالح ويعلوم نروح مشاهده الله يحركم. حمد الحي محتواي 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 يا احمد محتواي محتواي. انقلع خويك يسوي بقره، خويك يسوي بقره. انا سلطان انا ايه فشل فشلتونا وين فشلتونا سراج. سؤالي لك، كم ايش اسمه، كم تبلغ قيمة ساعتك اللي في يدك؟ 90 ريال. ما شاء الله. اي والله. سؤالك بسيط. انا بدي اعطيني مليون. الله يبقيك. كيف الحال؟ كيف تجربتك في قناة الواقع؟ جيدة جدا الحمد لله. لقيت فائدة؟ اللهم لك الحمد. مردود؟ مردود منك. مادي؟ اللهم لك الحمد. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير. حمد الأكل. ارحب يا ابو. متى آخر مرة جاب بيشة مطر؟ جاب بيشة مطر؟ نعم. اسمعي راح. والله كنت في بيشة. والله يا ابو صالح. يا مرحبا. الله يلعنك. متصور مع سلطان. متصور ايش جاك انا الجول هذا والله لا 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 قطع ايدي لا تضرب الفان لا تضرب الحيوان طبعا يا اهل البزنس يا اهل البزنس الحين انتم عاشرين الخيل 3 شهور ولا فيكم واحد نقرب للخيل ليه جاك ابو عقاب اخويا ابو عقاب مر سوى ابو عقاب ابو عقاب اطلبك اطلبك يا ابو عقاب تعال اطلبك ايش ايش الله ابو عقاب يسقي الصور معي رمت هذا من مسعود يا الله يا كريم ابو عبد الله سم سم الفتره هي راحت قاعد اشوفك سمعنا يا ابو عبد الله غالي والطلب رخيص ترى دائما يطلبوني واجد اغني بس انا ما لبيها الا الناس احبها انا غير ابو عبد الله على طاري انا غير انت غير الناس عندي انت عندي شيء كبير كيف بصبر ابو عبد الله سد حلقك سد حلقك باقي بس ابو عبد الله سد حلقك الله يرحم امك كان باقي تبي علاقتنا تدوم سد حلقك باقي بارت اذا تبي العلاقه تدوم سد حلقك للي قاعد اسمع انا شوي بتمام شوي خلني اغني وقول شقيت مبدا الصوت يا ابو عبد الله مين قال لك ان صوتك حلو يا سلطان الله يرحم امك ابى اعرف الانسان اللي قال ترى صوتك حلو من ما يحتاج هذه الثقه في الصوت طيب نبغى نسمع الانشاء الاغاني يمكن تكون نجحت اسلم وردة ناس حتى الجوال ما تحمل ولا في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة للا والله نواف أقسم بالله نواف يا نو وين أنت رايح يا جد؟ الله اني اعرف المسكة دي حقت الشيبان الله صباح خير اقرب بقال
رب العباد يا مقدم انت تخوفنا ولا جيت شيك؟ اقسم بالله العظيم ماني على يا رامز جلال روق تخوفنا انت بعدين يكون جهز مترينك في النسخة العظيمة. اسمحوا لي اتكلم عن لسانه او على لسانه يقول حاله ويقول لسانه انا العناد قشعريرة يا اخوان والله يا حيوان قشعريرة شوفوا شغلت لي المقطع ذا انت الله يهديك يا ولد صدق ما اقدر اتابعه يا عيال قشعريرة تعالوا بث في جوال خالد عشت يا الحزامي هي الحزامي انا طلق لك خيار حيوان انت حيوان طقه طقه ايش سخني انا عبد الله كلامك بس خذ بطحة باقي بطحة نزل بطحة نزل بس بطحة مرها ابو رحية فيها جاهزة هذه اللي فتعانها بأتي والله تعرفت الفهامة يا احمد يديك يامسة يا ولد لا تشقيها عجيب خليتك يا احمد والله يا احمد طلعت تعرف صدق انت فاتك يا ولد لا اسكت صدق هلا ولا في ديك صدق ترسق ايه تنضرب تنضرب بس عاد مو بده ما نشغل ما نرعب ما نشغل ولدي ولدي هادي يا ماشي يا ولدي قرب ولدي يا رجال هات يا رجال حل ايه هات خلينا نلعب فيها تنحف اثنتين عادي اثنتين عادي دبل والله انا اعرف مش هذا ايش؟ هذه سمبوسه صح؟ هذه سمبوسه هذه مذلوله مذلوله هذه قله ادب هذا لعب النعمه لا اله الا الله قول يلا حق هذه هي بنعمه يا شيء شوف ذي والله يا المغرب ما افطر العاده سكرها كذا ان شاء الله باذن الله حطها تحدي انت يا اخي اللي بياكلها والله ايش تسوي؟ ها زينا حشوة حق سمبوسة دقيقة سلام عليك اشهد بالله ان العيال حاشوا الجبن هنا من؟ العيال لا يلا ما خلي غنوي لين سلام يا البحيح عزام يزيد خاص من البزنس سلام يا رجوع يا لينا صلحون سمبوسة جبن والله اني صادق الحمد لله عارف لا عارف لا عارف يا سلام حق قلت الا بالله انا مزعود ما امان يلعن ام الحياه الصعبه يا عيال لا مالكم بالطويله يا اخوان واحد من العيال مشارك اغليه واجد جيت صوت له قبل شوي لقيته المركز الثاني المركز الاول ما بينه وبينه شيء محتاج ماجد سعود يا وليد احنا الحين حطينا مع مويه وشغلنا عليها الماء ايش رايك يا ولد انا ما اعرفها خلهم يعلمونا اللي في السناب ذات قول جلا جلي جلي جلا والله صدق لا يقول نحط ماء خله دفه
ماء حار شوي، عقب نضيف عليه ماء بارد، عقب نحطه بالصحون ونحطه في الثلاجة. عن كنت؟ والله يقولون. خلينا نشوف استشاراتهم. يلا. لا ايش رايك يا ابو رحيم؟ تحس انها ضبطت ولا لا؟ علي الحرام ضبطت. ايش ذمتك؟ خلاص في فريزر، حطها في فريزر. لا ثلاجة. وليد الجاي ضبط. اي والله. ايش رايك بالله فيه؟ والله انك مبدأ. طق جعلوها بالعافيه، جعلوها بالعافيه يا سلطان. راحت البطنه يا ناصر. سلام. مرحبا مرحبا مرحبا. اقرب ان شاء الله عشان بوستنا. شو شوكه ذيك؟ انا دق علي العود. ما شاء الله على الشباب. الله يمقطع من عماد يثري ولا لا؟ شبه نار وذبحيح وسعود والربع. ولا منو؟ الله الله. يلا حيه. ما قوم زيارة؟ يلا يا بيوش. والله ما قوم يا وليد. الله يبارك. شيء بس هذا. زين؟ السؤال يقول لو في شخص أعطيك العافية. لا إله إلا الله. ما شاء الله الخيلة الخيلة هنا. سلطان. الخيلة ما شاء الله. يا شباب فقرة أسئلة. والسؤال عند من؟ عند أخونا مسعود. أنا ما عينت الشخص اللي يجاوبني. إلا الشخص ذا من يوم شفته جاء ولابس نظارات قلت بس هذا اللي راح يفيدني. صح. يلا. أربعة. أنا عليك شر والعافية. عطنا عطنا. ليه؟ السؤال. اسمع السؤال والله العظيم ما عرفت إجابته. أنا أخيك ابن أخي. يلا. عندما ترى القطب الشمالي في طرف عينك في الناس وتراني الأطراف من أول شخص يقول لأن القطب الشمالي بارد وجهك بارد يا بارد الوجه لا تبدو بالماس وزيد وتراني الأطراف بعيد عن وجهك وجهك طويل وجهك تراني الأطراف جت عليك هو الجواب زلف تراجع على ورا كنت شيخ لك العافيه شيخ ابن ماشي شيتك من لف سمبوس شكرا يا فطرنا اليوم 300 سمبوس اي والله اني باخر هذا الجليل اللي انا سويته يا اخوان ايش رايكم متعب بالله يا صاحبي ما نسوي ذيبان والله والله صحيح عطنا منه رب يكعبكم مبدعين شرب السعد شرب الجري والله من ذوق والله وقعت الصبح اليوم وهو تبين